ولنقاش هذا الملف تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم وأشكر قناتكم. سيدة ناهد، نبدأ معك من يوم الثائرة العراقية، كيف كانت الاستجابة اليوم لدعوة المليونية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ أصلا إحنا مو بس اليوم طلعنا، وإنما حضرنا له قبل أيام، قبل فترة التحضير، وكل محافظات العراق استجابة ونهضة العراقيات والمسيرات والتظاهر بشكل مكثف. نددنا بكل وسائل التهميش والاضطهاد اللي تعرضت لها المرأة. يعني بهذا اليوم كانت الهتافات تنديد بكل ما جرب حق المرأة من ظلم وتهميش. تفضلي تفضلي. نعود لمطلع تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين وكان هنالك مشاركة بارزة للمرأة العراقية. لو نتحدث عن هذه الفعاليات التي شاركت فيها المرأة في ثورة تشرين، وأهم المحطات التي أظهرت دور المرأة العراقية. المرأة العراقية من وقت تشرين، أنا كنت أيضا يعني واحد تشرين كنت موجودة، وكل المظاهرات كانت يعني موجودة بها، وكانت كل النساء موجودات، وكل يعني مراحل العمر، يعني الشابة الصغيرة، الصبية، المرأة الكبيرة، وبالأخص نساء السكالة ونساء الشهداء. يعني هذول متأذين بشكل بحيث هاي المناسبة إنهم تنفيس لما يعانون، وانتقام لكل ما حدث لهم من ظلم. فموجودين وبشكل مكثف، وان شاء الله ما راح نتراجع ولا لحظه، ونبقى مع اخوتنا الرجال حتى حرير العراق. سيدة ناهد، باعتبارك شاركتي منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ما هي أهم المواقف التي ميزت تواجدك في هذه التظاهرات؟ والله يعني كنت موجودة مع الرجال، بس الرياجيل من غيرتهم على النساء مرات يحسون يقولون لا ارجعوا، هذه خطرة، نقول لهم لا احنا وياكم، مثل ما تموتون انتم احنا نموت، مثل ما تنصابون انتم احنا تنصاب. فكان يعني عندنا اندفاع كبير الحقيقة، وغيرة كبيرة من ابنائنا من اخوتنا الرجال على المرأة العراقية. يحبون حضورها بنفس الوقت يخافون عليها من المخاطر، لأنه تعرفين وسائل القمع ما تميز مرأة رجال خطف، فكانوا يعني يحسون على أنه نحتمي دائما، لكن موجودين رغم كل هذا. شكرا جزيلا لك ناشطة في التظاهرات ناهد أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.